several symbol temples where a great festival was held celebrating the occasion of the alignment of the sun in the 22nd of February, which is tomorrow. So the organizer and the director of this great festival that had all the nationalities singing and dancing groups is the artist سامح السريتي. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. يا ريت حضرتك تكلمنا عن الليله العظيمه دي. الحقيقه في مكان زي ده بيجمع يعني شاهد معجزتين، معجزه بناء المعبد نفسه وتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس مرتين في العام، مره في بدايه موسم الزرع ومره في بدايه موسم الحصاد، والمعجزه الاخرى لما بنينا مشروع القرن اللي هو مشروع السد العالي، وهددت هذه المعابد بالغرق وتم انقاذها مع فرق يوم واحد بس في تعامد الشمس. طبعا بكل المقاييس هذا المكان نقطه تجمع العالم امام هذه المعجزات الانسانيه، وفانتهزنا الفرصه دي وخلينا ختام مهرجان اسوان الدولي للثقافه والفنون، تم افتتاحه في اسوان، والختام النهارده كان في هذه البقعه الحضاريه العظيمه جدا. كان اهم حاجه ان احنا نقدم 13 فرقه لمدة ساعة، الناس تشوف 13 فرقة فنون شعبية بشكل مكثف جدا، تتعرف على ثقافة متنوعة وفلكلور متنوع لكل هذه الفرق ولكل هذه الدول في فترة مدتها ساعة فقط، وبعدين الكل بيشترك مع بعض في تبادل الأعلام، وفي نفس الوقت الكل بيشارك بعض في هذه الحالة العظيمة وهذه البهجة العظيمة، وبيعلن للعالم كله من هذه البقعة عشان لازم نكون مع بعض. We must be together because we are living on the same ground. Exactly. طيب قول حضرتك، شايف ان الرقص والغناء ده وسيلة فنية بتقدر توحد بين الشعوب؟ بالتأكيد الفن عموما واحد من أهم القوى الناعمة. الفن بي 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 بيجذب القلوب وبيرقي الوجدان، والعالم كله مع مختلف الجنسيات لا يستطيع أن يختلف أمام الجمال. الجمال بيوحد العالم كله بمختلف أيا كان الاختلاف، العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو الجنس، كل هؤلاء محدش فيهم يقدر يرفض الجمال. فالجمال اللي موجود في الفن هو اللي بيوحد الجميع، فبالك لما يكون بقى إحنا من خلال ده بنتوحد على ثقافات الشعوب، بنتعرف على أفكار الشعوب وعلى عاداتها وعلى تقاليدها من خلال هذا الفن، واحد من أهم القوى الناعمة اللي بتوحد الشعوب كلها. وفي هذه الظروف بالذات اللي بتمر بها مصر لازم ننطلق ولازم ندعم الثقافة بشكل كبير جدا جدا، علشان هي دي أكبر قوة إحنا بنملكها، وإحنا بنمتاز فعلا عن العالم كله بثقافتنا وحضارتنا اللي عمرها 7000 سنة، وبالتالي لابد من أن نستثمرها لكي نمد ايدينا للعالم كله بالحب وبالسلام وبالتعاون وبالتكاتف ولرسم البسمه على الانسان في كل مكان في العالم. بالنسبه لرد فعل الجمهور النهارده، ايه راي حضرتك فيه؟ الحقيقه انا سعيد جدا بالافتتاح لما جمهور اسوان قال لي انت يعني قال انتوا اعدتوا البهجه لاسوان، انتوا اعدتوا اسوان القديمه الحب، اعدتوا لنا الفرحه. الجمله دي يعني اسعدتني جدا، وده بيؤكد تكثيف العرض لمدة ساعة، وفي هذا الموقع زادوا معنى كبير جدا. الجمهور العريض اللي كان موجود نزل شارك الراقصين زي ما حضرتك شفتي، حتى المسؤولين اللي موجودين شاركوا الراقصين في هذه البهجة وهذه الفرحة عشان يعلنوا للعالم كله احنا شعب محب، احنا شعب عاشق، احنا شعب نكره العنف ونكره وننبذ الإرهاب. بالنسبه لمجهود حضرتك في اخراج هذا العرض الجميل، يعني دي اول مره حضرتك بتخرج العروض من هذا النوع ولا؟ هو الحقيقه طبعا عشق الاول للتمثيل، وما فيش اي حاجه تنافس حب للتمثيل، ولكن الواحد حاسس انه في ظروف لابد ان يؤدي دور في هذه اللحظه، لابد ان يعلن للعالم كله ان شعب مصر مصر على ان يحقق الامن، ومدوا ايديكم في ايديه وتعالوا استمتعوا.
اديكم شفتوا هذه اللحظه التاريخيه اللي بيتعمد فيها شعاع الشمس على وجه تمثال رمسيس. اللحظه دي بيجيها الناس من جميع انحاء العالم، في دول حذرت رعاياها، ودينا شفنا اعتقد ان هم لما بيشاهدوا الحفل النهارده هم بيندموا. الناس سعيده جدا، هيفضلوا سهرانين منتظرين هذه اللحظه، وبالتالي انا حسيت ان ده دور، ان انا مكلف لاني اقوم بهذا العمل واؤدي هذا العمل، اشراف فني، اخراج، بتاع ايا كانت المسمى، ولكن احنا نخرج بيه ونحقق الهدف اللي احنا عايزينه، والحمد لله قد تم. كلمه اخيره من حضرتك للمشاهد الاجنبي. يعني مصر هذا البلد التاريخي العظيم اللي عمره 7000 سنه فتح احضانه لكل البشر. كان دايما بيقولوا مصر بلد الغريب. مصر مش بلد الغريب، مصر بلد المحب، لان اهلها وشعبها بيحب الضيف وبيكرم الضيف، هو في انتظاركم. وكتير جدا جدا كل اللي زاروا مصر انا كنت اسمعهم، اللي شدكم في مصر اللي فيها اثار واللي فيها ثقافات متعدده واللي فيها تنوع ثقافي عريق جدا، من اثار فرعون لقدماء المصريين، للثقافه القبطيه، للحضاره الاغريقيه، للرومانيه، للحضاره الاسلاميه، هذا الغنى الكبير. اكتر حاجه شدتكم ايه؟ فكم مع استمتاعه بكل هذا كان بيقول الشعب المصري. فعلا الشعب المصري لانه شعب محب وشعب عاشق فتح احضانه وفتح دراعه لكل مواطن وكل انسان محب للسلام في العالم كله. At the end of this magnificent night, we'd like to thank the artist and the great director Sameh Al-Sereti for letting us enjoy these dancing groups, this magnificent atmosphere which might attract tourists back to come back to Egypt one day. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you, Mr. Sameh.